vraiment, je crois qu'ils ont bien joué. Et la coupe est marocaine. Imam Grib. تبارك الله عليهم تقاتلوا ماتش كان في المتناول وحنا كنا تايقين بهم وتبارك الله على الدراري كامل الركراكي حتى هو تبارك الله عليه وكما قالوا بلجيكا مشات على كندا وديما المغرب كندا كنظن ان شاء الله في المتناول بالحكم دابا كرواتيا تعادل مع وصيفة العالم ذاك العام في كاس العالم بلجيكا الحمد لله زوز كندا ان شاء الله وكنتمناو نتمناو ديما المغرب حنا متخوفين ولكن الحمد لله الاداء هذا قدروا يوصلوا به النهائيات ولا دابا الفرق الاخرين يتوقعونا ولا تيخافوا منا دابا الحمد لله والكراكي تايقين فيه وشكرا للكراكي وشكرا ووالدينا دعوا معاك والمغاربه دعوا معاك والمراكشيين دعوا معاك وتحيه المغرب وتنموت على بلادي تنموت على المغرب وشوف خل الكراكي الدنيا بات زها شي من هذه اللحظه بات زها كاين هزوا النشاط الحمد لله ودنوا المغاربه تيبقى ضاحكين ودخلتي الفرحه ديال عباد الله صراحه عجبني بزاف وانا فرحانه اليوم حيت لحقاش شحال هادو حنا كنتسناو هاد الفرحه وان شاء الله نتمناو نهار الخميس يكون بحال هكا وحسن وانا فرحانه بزاف بزاف سي بيان جو سي بيان جو والله العظيم الا فرحونا صراحه الله هادي اللي قال هذيك الاولى لكندا البلجيكا والعقوبه لكندا ان شاء الله مشي 4-0 ان شاء الله على جا في الله التيزير صراحه كان زوين الاداء وكان في المستوى واخا البلجيكا ما كانش فريق اللي سهل يعني لعبوا المغرب لعب واعر واعر بزاف وفرحونا فرحونا بزاف صراحه ما كناش نتوقعوا صدمونا صراحه صدمونا وفي نفس الوقت فرحونا فرحونا بالاداء نتاعهم كان اداء في المستوى كان واعر بزاف وجي ماكو كاب وليد الركراكي او كما يحبذ المغاربه المنادات عليه راس لافوكا ولاعبيه يخلقون المفاجاه بالانتصار على بلجيكا بهدفين نظيفين ليقترب الاسود من تكرار انجاز 1986 بالتاهل الى الدور الثاني في انتظار ما ستعود اليه نتيجه كرواتيا وكندا وكذلك المباراه الاخيره للاسود امام كندا الخميس المقبل.